بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الكويسة جدا ان الواحد بعد ما اشتغل يعمل فحص للشغل بتاعه ويتأكد ان شغله كويس. دلوقتي مثلا لو انا عايز افحص الجزء ده، المكنة ديت بالضغطات بتاعتها بالاير ترمينال، مجرد اعمل سيلكت على اي جزء في السيستم دوت، دمت احنا عملنا سيستم زي ما شفنا قبل كده، عن طريق ان انا مثلا باجي على اي جزء واقول له اعمل لي كريت سيستم، فانا هاجي هنا اعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت، هلاقي هنا سيستم انسبكتور، وده بيعمل لي فحص لكل جزء من السيستم. يعني مثلا اقول له هنا هيجيب لي سهم اللي هو ماشي منين، رايح فين، هيتوزع ازاي. فممكن اجي هنا ابدا اعرف معلومات، ده سيكشن 1 الفلو بتاعه 740، الاستاتيك بريشر، البريشر لوس، تمام. نفس الطريقه هنفضل نكمل كده، حتى الاير تيرمينال نفسه برضو هيجيب لي معلومات عنها. لو انا فوجئت مثلا ان الفلو بصفر او ان الاستاتيك بريشر مثلا ب 5 6 مليون، يبقى كده في حد في مشكله في الموضوع، ابدا احل المشكله ديت. دي من الحاجات اللي بتاكد لي ان السيستم بتاعي مظبوط ولا لا. من الحاجات التانية ان انا ممكن اجي لانوتيت الدكت ليجنت، اوكي تمام. هو هنا بدا يظبط لي كميه الهواء بحيث ابدا اشوف، ممكن اقول له اديت سكيم وابدا اشوف مثلا عايز حسب الفلو او الفلوسيتي، او ممكن اضيف حاجه جديده، ممكن اقول له لا انا عايز مثلا لو انا حسب التايب نيم او التايب مارك او اللينس زي ما انا عايز. ممكن مثلا تقول له الحاجات اللي هي طولها زاد عن اللازم ومحتاجه تقطيع تبقى ليها لون معين، الحاجات دي مهمه جدا. يعني ممكن اقول له مثلا خليها حسب الفلو، باي فلو حسب القيم او باي رينج زي ما انا عايز، تمام. ولو انا ساحب حاجه من لينك، ممكن يكون مثلا المشروع كبير فمقسمه، لو مسحوب من لينك بقول له انكلود element from link. وممكن اجي هنا من analyze على اساس برضو اتاكد تاني التشيك سيستم، هقول له هنا تشيك دكت سيستم، بمعنى ان اي دكت مش متوصل ابدا اعمل لي عليه علامه غلط، تمام. شو ديسكونكت للدكتات، اوكي. فهو هيبدا يفحص السيستم، لو في اي حاجه مش متوصله بيبدا يعمل لي ان في ديسكونكت، في ضغط مش متوصل بالتيرمينال، او في بايب مش متوصله، او في اي مشاكل موجوده، تمام. زي هنا مثلا ده اير تيرمينال، هو احنا عاملينه ان هو مفتوح فما فيهوش مشكله، ممكن ندخل على الريتيرن ديت نلغي منها الوصله دي لو احنا عايزين، تمام. هنا مثلا فرض مثلا ان دي مش متوصله ديليت، فتلاقي ان هنا ظهر لي علامتين غلط ان في حاجتين لسه مش متوصلين.